معادنا دلوقتي تاني أعزائي الطلبة مع قطعة بلاغية. القطعة البلاغية دي جميلة جدا لشاعر من شعراء اللغة العربية المعدودين، اللي بالنسبة لنا إحنا هنا في مصر أو بالنسبة لمدرسة السلام الخاصة للغات علم من أعلامها، هو الأستاذ ناصر عطية. أستاذ ناصر عطية كتب مجموعة كبيرة جدا من القصائد الشعرية رحمه الله، وكان شاعر الغربية الأول. من ضمن القصائد بتاعته قصيدة بتتحدث عن مدارسنا، مدارس السلام. الأبيات بتقول: وهنا مدارس رمزها، العلم مفتاح الحياة، وتصوغ جيلا مؤمنا، بالعلم مرتفع الجباه، هي قلعة، هي شعلة، هي نجمة، وهي السلام. هنا لما نلاحظ الشاعر هنلاقيه كتب أبيات رقيقة جدا كأنه يصف هذه المدرسة. هبدأ مع أستاذ شوقي، يقول لنا ليه قال اسم الإشارة هنا مدارس وما قالش مثلا هنا المدارس؟ ليه خلى كلمة مدارس نكرة؟ إيه؟ طبعا جاب مدارس نكره هنا للتعظيم، تعظيم المدرسه اللي هو درس فيها او قعد فيها سنين عمره كتيره قوي قوي قوي، وهي مدارس السلام، فاتى بها نكره للتعظيم. طب استاذ محمد ليه قال هنا؟ يدل على ألفته بيها وحبه ليها وقربها من قلبه، لأنه عاش فيها فترة طويلة وربى فيها أجيال كتيرة جدا، فلها مكانة كبيرة جدا في قلبه، عشان كده هي قريبة منه فقال كلمة هنا مدارس. العلم مفتاح الحياة أستاذ باسم. تشبيه بليغ، حيث شبه العلم بالمفتاح، وده ذكر فيه ركنين التشبيه، المشبه والمشبه به اللي احنا خدناهم ودرسناهم قبل كده، ما يسمى بطرفي التشبيه. طيب طالما عندي المشبه والمشبه به موجودين بيبقى تشبيه. طب صورة التشبيه هنا جت على صورة ايه؟ المبتدأ والخبر. وتصوغ جيلا مؤمنا. محمد ليه قال تصوغ؟ ما قالش تصنع. في فرق ما بين الصياغة، فرق ما بين الصناعة، الصياغة فيها دقة وإتقان، بدليل لما بنيجي نقول الذهب بنقوله من الصاغة مش من المصنع، ويدل على الجودة والإتقان، فبالتالي قال كلمة تصوغ جيلا. حتى ربنا سبحانه وتعالى يقول لك صاغه، الصياغة تقتضي الدقة، وتصوغ جيلا مؤمنا بالعلم مرتفع الجباه، هي قلعة، هي شعلة، هي نجمة، وهي السلام. موسيقى. ايه موسيقى. الموسيقى اللي هنا؟ طب خليني بس قبل ما انزل للحته بتاعت هي قلعة هي شعلة، انا عايز عند اقف عند كلمه مرتفع الجباه. مرتفع الجباه هنا لون بياني، بس كناية. هو كنايه. كناية عن صفة ولا موصوف؟ كناية عن ايه؟ صفة. صفة ايه؟ عزة. العزة. بالعلم مرتفع الجباه، ذكر الجباه برضه لان الجبهة رمز لعزة الانسان مقدمة. وكرامته، وهي مقدمة. وجاب كلمة جباه جمع، يدل على كثرة الأبناء اللي بيخرجوا من المدرسة وهم عزاز وحالهم حال كويس. وبالفعل هي البيت ده يعبر عن الاجيال الجميله او القديمه اللي طلعتها مدارس السلام وما زالت حتى الان. بس هو بيقول وتصوغ جيلا، جيل مؤمن. استاذ محمد في ملاحظه هنا في البيت ده، هو الله يرحمه الاستاذ ناصر عطيه هو عارف اهميه دور المدرسه، فعشان كده قال تصوغ جيلا، كأن دور المدرسه مش مجرد تعليم بس، ده تعليم وتربية، عشان كده قال تصوغ جيلا. كأنه سابق لعصره، أيوة. لأن المدرسة أحيانا تهاجم وتتهم بأشياء، وهو كأنه سبق عصره وقال تصوغ جيلا مؤمنا بالعلم. طبعا الراجل عارف القيمة، يا ريت الناس كلها تعرف قيمة المدرسة اللي احنا موجودين فيها من قديم الأزل وحتى الآن. تصوغ جيلا مؤمنا، تلقى وترمى بالسهام، لكن هذا أقوى رد من قديم الأزل على أن المدرسة مدرسة عامة. أستاذ باسم هناخد المحسن البديعي في هي قلعة، هي شعلة، هي نجمة، وهي السلام. طبعا ده محسن بديعي صوتي، حسن تقسيم. حسن التقسيم احنا كنا قايلين قبل كده اللي هو من المحسنات البديعية الصوتية التي تعطي نغمة موسيقية، وحسن التقسيم لازم نبقى عارفين يا شباب أنه لا يأتي إلا في الشعر فقط. اتكلمنا قبل كده أن حسن التقسيم في الشعر فقط، ويقابله الازدواج في النثر. هي قلعة، هي شعلة، هي نجمة،
وهي السلام. مش استاذ محمد انا عايز اسالك سؤال كده يعني، يعني ليه قال قلعه نكره وشعله نكره ونجمه نكره وعندما اتى بالسلام اتى بها معرفه؟ اول حاجه النكره هنا هي القلعه تعظيم مكانها وشعله الدور اللي بتقوم بيها ونجمه برضو للمكانه، وهي السلام معرفه للتعظيم لان هي اصلا مدرسه السلام مش محتاجه اصلا تعريف، هي لوحدها مشهوره جدا في المجتمع اللي هي موجوده فيه. بس السؤال بقى تاني، هو اكد فكرته يا مستر شوقي؟ لا اكد فكرته في البيت الاخير، هي 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 بوسيله من وسائل قصر والتكرار، تكرار قصر. انت اللي هو تعريف طرفي الجمله، لا هي السلام، هي السلام تعريف طرفي الجمله اللي هو مبتدا وخبر. انما التكرار هو هي هي هي, هي التكرار يفيد اداه من ادوات التوكيد، وده اللي هو في المنهج في ثانيه ثانوي اللي هو الاطناب بيه. انت عاوز ترجع لدرس الاطناب في الترم الاول؟ دي حقيقه طبعا، لان الاطناب له انواع كثيره وله صور متعدده، ده نوع من انواع الاطناب اللي هو الاطناب بالتكرار. وهي قلعه، هي شعله، هي نجمه، هي السلام. بس هنا ايه العاطفه المسيطره على الشاعر؟ فخر والاعتزاز بالمدارس والاعجاب الشديد بدورها الريادي في نشر العلم ودورها ايضا في المجتمع بانشاء اجيال او بتخريج اجيال مختلفه على مر العصور. عايز اقول حاجه بعد اذنكم، يعني عجبني قوي التصاعد اللي عامله الاستاذ ناصر هنا في كلمه قلعه وشعله ونجمه. الاول قلعه تشعرك بالتحصن والقوه وكانها تحمي نفسها، وكلمه شعله تحي بالنور والاشراق، وكلمه نجمه تحي بانها ساميه عاليه في السماء، وكانه ينظم عقدا شعريا ويربطه في النهايه بكلمته وهي السلام. يبقى لخص كلامه كله في كلمه هي السلام. فمن الممكن احنا نقول هنا اطناب بالايه؟ بالاجمال بعد التفصيل، وده نوع ايضا من انواع الاطناب اللي موجود عندنا. وهنا مدارس رمزها العلم ومفتاح الحياه وتصوغ جيلا مؤمنا. ايه القيمه الايحائيه في كلمه جيل مؤمن؟ تدل على قرابتهم وتدل على ايمانهم ب رسالتهم وإيمانهم بالرسالات السماوية واتحادهم كلهم مع بعض، وكأن الجيل اللي هو بيشمل أكتر من 30 سنة كلهم مترابطين. وهنا بعد كده حط كلمة مرتفع الجباه على يدل أن هي أكثر من جيل وخلاها نكرة. وما أجملها من كلمة، كلمة مؤمنة أستاذ محمد. يدل أن الجيل اللي بيطلع ده مقتنع ومؤمن بدور المدرسة ديت، والدور ده مستمر، ونلاحظ الدور ده مستمر من كلمة تصوغ، استخدم الفعل المضارع اللي بيدل على تجدد والاستمرار. وتصوغ جيلا مؤمنا، نوع الخيال هنا، نوع البيان طبعا، نوع الصورة الخيالية، استعارة مكنية، رسم تدل على جمال الصنعي ودقته. أعزائي الطلاب، نشكر كل القائمين على العمل، أستاذ محمد، أستاذ شوقي، أستاذ باسم، وطبعا أستاذ رأفت، وإحنا كلنا واستاذ هاني حاضر واحنا كلنا لنا نيه التواصل والتعامل معكم لكي تكونوا معا في قوه ونكون مدارسنا قويه جدا. طبعا لازم نقول لمستر حلمي بيدعمنا ما بين الحين والحين بكثير من الدعم الفني حتى نستطيع ان نقف الى هذه القوه. هنسيب لكم تاني كل الابيات الاسئله اللي موجوده تحت تفكروا فيها، ونوعدكم بلقاء قريب إن شاء الله يكون في جزء تاني من حلقتنا وتعاملنا مع لغتنا الجميلة اللغة العربية في مدارس السلام الخاصة للغات بطنطا. وما أجملها من مدرستنا.